شهدت مكتبة القاهرة الكبرى فعاليات حفل إطلاق ثلاثية حدوتة على الماشي للكاتبة الدكتورة لميس جابر. وكتبت لميس في ثلاثيتها عن أعماق التاريخ المصري لاكتشاف القصص والحكايات التي شكلت الهوية الثقافية. وتلقي لميس في الجزء الأول من ثلاثيتها الضوء على مجموعة من الشخصيات التي تركت بصماتها في تاريخ مصر، بينما يركز الجزء الثاني من السلسلة على حياة مجموعة من الأدباء والفنانين البارزين. وتستمر رحلة الدكتورة لميس جابر في الجزء الأخير من السلسلة في استكشاف أعماق التاريخ والثقافة المصرية. مش حد يقدر يجرب الشخصية المصرية أبدا. أنت في بلد أطول عمر البلد في العالم، البلد اللي أنت قاعد فيها دي عمرها 7000 سنة. مفيش بلد في الدنيا تبلغ من العمر ما تبلغه مصر. دي محدش يعرف يجرفها حبيبي خالص. جرف ايه ولا ايه ولا ايه؟ يعني معجب بلميس مش من دلوقتي، من ايام ما كنا في الجامعه وهي كانت بتكتب عمود كده في اسمه مجله الحائط، وانا كنت بشجعها من يوميها وحاسس بقيمتها من يوميها. الحقيقه هي دعمتني طول حياتي بعد كده الحقيقه، لكن أنا كنت معجب بها ككاتبة من الأول خالص، يعني شجعتها ده. وكان ممكن نختلف في الرأي على فكرة، لكن أحب إنها تقول رأيها بصراحة، لأني واثق كم الصدق والإحساس الغير طبيعي. أهمية الكتاب النهاردة اللي هو في 3 أجزاء إنه بيعيد الاعتبار للكتاب المطبوع مرة أخرى، بمعنى إنه هي كان ممكن تكتفي بإن هي قالت ده في الإذاعة ووصل لعدد كبير جدا من الناس، وقالته في التلفزيون ووصل لعدد كبير، أكيد هيبقى أكتر من اللي هيوصل ليهم عبر الكتاب المطبوع. لكن إن هي تعمله في كتاب مطبوع فده اعتراف بإن الكتاب المطبوع يعني لا يزال ليه بريقه. وهي تبعتها كده حكاية يعني، فهي حولت الحاجة ديت المصرية لحدوتة في 3 أجزاء، فكأنك قاعد معاه وشايف مصر وشايف حوادث مصر ودي وتاريخ مصر.